انا حاليا العمل جاري في منطقه حي الكوفه الثانيه داخل الازقه، حاليا 6 مجاميع جايين نشتغل، نظام 3 شفتات حاليا. نشكر رئاسة الوزراء المتمثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني، ونشكر الجهد الخدمي للحشد الشعبي على ما بذلوه من خدمات وإيصال الخدمات من بنية تحتية متكاملة، من ماء، من مجاري، من تبليط. إن شاء الله واعدونا عن قريب بعد ما كانت المنطقة منكوبة جدا، لا توجد بها أي خدمات، لا مي لا مجاري، مي كان اصلا بريحه يختلط مع المجاري. احنا نشكر رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، ونشكر الحاج الشعبي المقدس، لا تكرموا لا مجاري لا كهرباء لا مي. هسه الحمد لله المنطقه احتيت، صار عندنا مجاري وصار عندنا مي، صار عندنا ان شاء الله رصيف تبليط يختمونها كلها، وان شاء الله ما يقصرون الحاج الشعبي.